لو الحكاية فيها إن فيتو ساعد محلي هنا والجمب تمام. أنا جيت غنوليت كان بياع فرشين هنا واقفين فدخلت أوصل لبيت الناس ولكم فرشين في الأرض كده فقلت واتفرج فلقيتهم بيقولوا إيه ده إحنا ما بعناش أي حاجة واقفين من الساعة 9 الصبح ولا في أي حد جه بص علينا ولا أي حاجة وكانت عربية المحافظة واقفة هنا وكان الناس واقفين حتى انا وقفت شاف خمس دقايق من الشمس كانوا واقفين في الجنب اللي هناك ده كده وتحت الحته دي تمام. مش حاطين ترابيزات لا حاطين كده سجاجيد كده فرش ارضي يعني سجاده بطانيه وفرشين فيها الارض وما فيش حد بص فيهم ولا اي حاجه ساعه بص لقيتهم بيلموا بقول لهم الله بتلموا ليه ما فيش اي حد جه بص لنا ولا اي حاجه يعني هم جم على الساعه 9 الصبح ومشوا على الساعه 11 كده ولا لا مشوا مشوا على الساعه 2 مشوا على الساعه 2 فضلوا قاعدين اللي ما فيش حد يشتري منهم ولا اي حاجه فقالوا دي حته ميته دي اصلا ده كان جراج اتوبيسات وما فيش اي بياع هيرضى يجي ولا حد من البياعين هيرضى يجي هنا يشتري تمام. قال لك اللي ماشي في 26 يوليو في فرنسيس ناس ماشيه زيي وزيك هتلاقي حاجه هتعجبك سيريك لكن انا هاجيله مخصوص عشان هنا فاشتري عمري ما هاجي هنا وراحوا الاثنين حاجتهم كده جباطين واحد كان حاطط شويه شرابات والتاني حاطط مناديل وقت حاطط دوت يعني كلهم على بعض ما يجوش 10 15 واحد كانوا فرشين كده متنطورين كده في الحته دي حتى واحد من ضمنهم ماسك عكاز راح قاعد هنا في الحته دي عشان الشمس راح قاعد الناحيه الثانيه وبتاع المحافظه كانوا قاعدين كده هناك عربيه بتاعت المحافظه وعربيه شاهين كانوا قاعدين كده في الجيم بتاعها الكراسي راح قايمين ماشيين وما فيش حد اشترى منهم اي حاجه لو كنت حضرتك ما جيت كنت لقيتهم قبلها ما فيش ربع ساعه تمام تمر باي حاجه فيديو